مرحبا فيكم كلكم بفيديو جديد برضو على اللونج مان توفل بريبريشن كورس ذا بيبر تيست. اليوم الفيديو راح يحكي بالبروناونز وهدول هم المهارات رقم 43 44 و45. اذا ما حضرت الناونز مهارة 39 و40 روحوا احضروا وتعال ارجع كمل على البروناونز لانهم شوية نوعا ما مرتبطين مع بعض. خلينا نبدأ بمحاضرتنا لليوم، نحكي عن البروناونز. بالأول لازم نعرف شو هم البروناونز، وهم عبارة عن كلمات أو ضمائر بتحل محل الاسم وبتيجي بنفس مواقع اللي الاسم بيجي فيها، وهذا معناته إنه البروناونز بيجوا زيهم زي الأسماء، قبل الفعل وبيكون اسمهم سبجكت، بيجوا بعد الفعل بيكون اسمهم أوبجكت، وبيجوا بعد حروف الجر وبيكونوا أوبجكت لحرف الجر، ووظيفتهم هم والحرف الجر تبعهم إنهم بيكونوا adverb للجملة اللي هم داخلين عليها. ولكن لازم ننتبه على شغلة تانية، في إلهم بعض الأماكن البروناونز بيجوا فيها لكن الناون ما بيقدر يجي فيها، يعني إن الناون والبروناون بيجوا في نفس الأماكن subject object أو بعد حرف الجر، لكن في برضو إله أماكن للبروناون مخصوصة بيجي فيها والاسم ما بيقدر إنه يحل محلها، وهدول هم مكانين اللي هم ال possessive job، معناته هم إلهم ممكن يكونوا subject، ممكن يكونوا object، ممكن يجوا بعد حرف الجر، وممكن يكونوا possessive بالمعنى تبعهم، وهون بيكونوا بيختلفوا شوية عن الناون لأنه بطلوا يشتغلوا بشغل الناون، صاروا يشتغلوا محل صفة في بعض الأحيان. أوكي، هلا البوسيسيف عبارة عن نوعين، يا إما بوسيسيف بروناون يا إما بوسيسيف أدجكتيف، وهم هدول ضمائر بيشتغلوا كصفات بوسيسيف أدجكتيف، صفات ملكية، ومنهم بيشتغلوا كبوسيسيف بروناونز وهم أسماء ملكية، أوكي؟ أو ضمائر ملكية بدون ما يوصفوا الاسم اللي وراهم. رح نتعرف على الفرق بيناتهم وعلى كيف إن نميزهم وين نحط كل واحد فيهم في الجملة، سواء هم سبجكت أوبجكت أو بوسيسيف، ورح نتعرف على الأشكال المختلفة اللي ممكن البروناون إنه يجي فيها. خلينا نبلش. طبعا كل اللي حكيناه مسبقا معناته انه البروناونز لهم اربع انواع مختلفه، وزي ما حكينا subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns و possessive adjective pronouns اللي هم بيشتغلوا محل الadjective، معناته البروناونز لهم اربع وظائف مختلفه، تنين منهم مشتركين مع الناون اللي هم subject و object، سواء هو object بعد الفعل أو هو object بعد حرف الجر، على الحالتين اسمه object. وبعدين في وظيفتين تانيات إضافيات الناون ما بيقدر يقوم فيهم اللي هو possessive pronoun و possessive adjective pronoun. خلينا نشوف إيش الفرق بيناتهم وكيف بيقدروا يجوا ووين بنقدر نحطهم. هلأ بالنسبة للسبجكت والأوبجكت بروناون، الإشي الوحيد اللي بيفرق عنهم إنه موقعهم في الجملة، إذا كانوا قبل الفعل بستخدم واحد من السبجكت بروناونز، إذا أجوا موقعهم بعد الفعل بستخدم واحد من الأوبجكت بروناونز. هلأ زي ما أنتم عارفين إحنا عنا سبع أنواع من أو سبع بروناونز باللغة الإنجليزية، سبع ضمائر صح؟ هدول الضمائر طبعا لهم اربع اشكال مختلفه اللي هم امامنا subject object possessive adjectives و possessive pronouns، فاحنا رح نتعرف على كل ضمير كيف بيختلف شكله وامتى بستعمله بحاله possessive adjective، امتى بستعمله بحاله object، وامتى بستعمله بحاله subject كالعاده. خلينا نشوف اول pronoun داخل عنا اللي هو pronoun I، احنا بنعرفه هذا لما بتحدث الشخص عن نفسه، طبعا ال I بيكون نستخدمه ك I إذا كان موقعه قبل الفعل لأنه بيكون بموقع السبجكت، وإذا كان بعد الفعل ما بقدر أستعمل I، بدي أضطر أستعمل me اللي هو نفس ال I لكن هو object pronoun مش subject. يعني إذا كان مثلا عندي فراغ play tennis every day، ساعتها بحط I لأنه جاي قبل الفعل play، لكن مها likes فراغ ساعتها بدي أحط me لأنه ما بصير أحط I لأنها جاي بعد الفعل like، وكمان بعد حروف الجر، يعني I talked she talked to فراغ، بهذه الحالة بدي أحط me كمان، فالobject يا بيجي بعد حرف الجر يا بيجي بعد الفعل، لكن السبجكت بس قبل الفعل مكانه الوحيد. هلا البوسيسيف ادجكتيف منه اللي هو ماي، والبوسيسيف بروناون منه اللي هو ماين،
احنا هلا مبدئيا رح نتعرف على اشكالهم كلهم السبعه كيف بيختلفوا، وبعدين رح نشرح اكثر عن اماكن والفرق بين البوسيسيف ادجكتيف والبوسيسيف برونام. البرونام الثاني اللي هو يو، زي ما تلاحظوا السبجكت والاوبجكت ما بيختلفوا نهائيا، يعني يو لايك مي او اي لايك يو، سواء هو قبل الفعل او بعد الفعل بضلوا يو زي ما هو. اللي بيفرق معنا اللي هو البوسيسيف ادجكتيف والبوسيسيف برونام. هلا البوسيسيف ادجكتيف شكله بيكون يور، لكن البوسيسيف برونام يورز عليها اس. خلينا نشوف اللي وراهم اللي هو they. طبعا they subject، them هي الاوبجكت تبعها، بعدين عندي their و theirs. their اللي هي possessive adjective و theirs اللي هي possessive pronoun. الضمير اللي وراه اللي هو we الاوبجكت تبعها us، الملكية ال possessive adjective تبعها اللي هو our، possessive pronoun اللي هو ours. طبعا possessive يعني ملكية، انا بعبر عن ملكية الشغلة، اوكي، مش عن الشغلة نفسها. he subject him الاوبجكت تبعها، بعدين في عندي his، ما بيختلف البوسيسيف ادجكتيف عن البوسيسيف برونان، لكن رح نتعرف كيف نقدر نميز بيناتهم بالجملة، هل هو بوسيسيف ادجكتيف ولا هو بوسيسيف برونان. she بتصير her بعد الفعل او بعد حرف الجر، يعني I talk to، غلط احكي she، لازم احكي her لانه قبلها حرف الجر to، اوكي. فا او بعد الفعل، يعني I like her، فهير جاية بعد الفعل، فبهالحالة بستعمل هير مش شي. لكن إذا بدي أحكي لكم إنه هي أنا بعجبها هي، فشي لايكس مي، أوكي. هير بتكون هي البوسيسيف أدجكتيف، لاحظوا إنه الأوبجكت بروناون والبوسيسيف أدجكتيف بروناون بهير نفس الكلمة، ما اختلف. هلا البوسيسيف بروناونز اللي هي هيرز، بس طبعا احنا رح نتعرف كيف نقدر نميز انه هير جاية بموقع بوسيسيف ادجكتيف ولا جاي بموقع اوبجكت. اخر واحد عندنا اللي هو ات. ات ما بيختلف شكلها سبجكت او اوبجكت زيها زي اليو، لكن بالبوسيسيف ادجكتيف بتصير اتس بدون فاصله يا جماعه، بدون ابوستروفي، لانه الابوستروفي معناها انه في حرف محذوف. هذيك بتكون ات از او ات هاز، لكن لما تكون اتس بدون اي ابوستروفي اللي هي الفاصله الصغيره بتكون بين الاحرف، فبتكون ات از. انا ما بحكي عن ات از كاختصار، انا بحكي عن اتس اللي هي الملكية. طبعا نستخدمها للجمادات والحيوانات الغير عاقلة. طبعا اتس هي possessive adjective، لكن ما في إلها possessive pronoun، يعني ما بتيجي هي الوحيدة اللي ما إلها شكل رابع. خلينا نشوف شو الفروقات الواضحة بيناتهم بالأول. هلا أول شيء ال possessive adjectives وال possessive pronouns في بيناتهم فرق رهيب. بدنا ننتبه إنه إحنا زي ما حكينا السبجكت والأوبجكت الاختلاف بيناتهم بالاستعمال، إنه وين مكانهم، هل مكانه بعد حرف جر ولا مكانه بعد الفعل ولا مكانه قبل الفعل، ساعتها بقرر أنا أستعمل subject أو أستعمل object. يعني subject له مكان واحد قبل الفعل فقط، لكن الأوبجكت أو في بداية الجملة الجديدة، يعني إذا عندي أداة ربط ذات وراها بده يكون subject لأنها جملة جديدة فبدها تكون قبل الفعل. والأوبجكت بيجي له مكانين اللي هو بعد حرف الجر أو بعد الفعل بدون حروف جر، وبعد حرف الجر يعني عادي ممكن يكون قبل الفعل كمان موقعه بس بعد حرف الجر. هلا بالنسبة للـ possessive adjectives والـ possessive pronouns they come before or after the verb، يعني ما في إلهم حد معين وين لازم يجوا بالنسبة للفعل. لما نحكي عن فعل سواء هم قبل الفعل أو بعد الفعل في إلهم خاصية أخرى بتحددهم. هلا بالنسبة للـ possessive adjective لازم دايما يجي وراء اسم، يعني الـ possessive adjective هو الوحيد منهم هدول الأربعة اللي لازم يجي وراء اسم صريح، لأنه هو مجرد صفة، هو بالضبط بيشتغل شغل الصفة العادية. زي ما بحكي لك the big boy، لازم كلمة boy بعد big، لأنه ما بينفع أحكي لك the big، big إيش بالضبط، لازم إلها اسم لأنه الصفة ما بتيجي إلا مع اسم مصاحب لإلها. فالهز والهير والماي واليور والأور والذير كلهم صفات يا جماعة، طالما اسمها adjective possessive، possessive adjective معناته لازم يجي وراها noun. يعني ماي ما بتيجي لحالها بالجملة، وين ما يكون مكانها لازم يكون وراها اسم خاص فيها. يعني my book is red، my book وراها البوك للماي، اوكي، الماي صفه. او ممكن I read my book، هيها قبل الفعل بعد الفعل ما فرق معنى، المهم انه لازم يجي مع البوسيسيف ادجكتيفز دائما a noun. هلا بدنا ننتبه انه البوسيسيف برونام
والأوبجكت، والسبجكت ما بيجي معهم اسم وراهم أبدا. أوكي، يعني أنا ما بينفع أحكي شي مها، ما بينفع أحكي شي ماي فريند، غلط. أوكي، هدول كضمائر أبدا ما بيجي معهم أسماء وراهم. حتى الأوبجكت نفس الشي، مي علي talks to me محمد، غلط، أو علي talks to me student، غلط. ما بيصير يجي اسم بعد الضمائر الثلاثة، الوحيد اللي بيجي وراء اسم اللي هو possessive adjectives. فهذا أكبر فرق وأهم فرق لازم إحنا نتذكره وقت الامتحان. طبعا الامتحان اذا كان عندي فراغ بدي اعرف اختار من موقع الفراغ شو في وراه شو في قبله، اعرف اختار شو الضمير المناسب. واذا كان عندي وين الغلط الجملة، وين الغلط وكان الضمير تحته خط، فبدي انتبه هل جاي وراء اسم ولا ما في وراء اسم. اذا في وراء اسم معناته غلط، استعمل ولا واحدة من السبجكت اوبجكت بوسيسيف بروناونز، لازم استعمل الاشي الوحيد اللي هو البوسيسيف adjective من المجموعة الموجودة أمامنا. طبعا هاي المجموعة لازم نحفظهم، لازم نكون عارفين تصاريف الآي كاملة، الأربع أشكال منها، واليو والذي نفس الإشي. وكمان لازم أحفظ هدول التلخيص المهمة، إنه possessive pronouns وين بيجوا، possessive adjectives عادي ما لهم مكان، ممكن يجوا قبل الفعل بعد الفعل، لكن object pronouns دائما بعد الفعل، subject pronouns دائما قبل الفعل، يعني الفعل بيحدد مكانهم. وكمان إنه possessive adjectives الوحيد اللي بيجي وراها اسم، الثلاثة التانيين مستحيل نهائيا انه يكون في وراهم اسم. طيب خلينا نشوف بعض الامثله الـ written expression اللي هو بيكون انه وين الغلط. طبعا احنا عارفين انه احنا عم نتعامل مع الـ pronouns، فخلينا نشوف الـ pronoun اللي عندنا. اول اشي انا عندي ذات، ذات اداه ربط، معناته هاي جمله جديده يا جماعه، وطلعوا على الفعل، الفعل must، him جاي قبل must، هل صحيح انه استعمل him بهاي الحالة؟ إيش الشيء، أي ضمير منهم الأربعة اللي بيجي قبل الفعل؟ هل هو he أو him أو his أو his اللي هي possessive pronoun؟ أي واحدة فيهم اللي بتيجي قبل الفعل؟ واحدة فقط اللي بتيجي قبل الفعل، صح؟ خصوصاً إنه ما في وراها اسم، اللي هي he. معناته him هون غلط، المفروض إنها تكون he. طلع على الجملة الثانية. طبعاً إذا حابب إنك تحلها لحالك، وقف الفيديو هون، حاول تحلهم بالأول بعدين ارجع كمل معنا عشان تسمع حلك صح أو غلط. خلينا نشوف الجملة الثانية. الجملة الثانية بتقول لك إنه my friend saw نور and I. أنا عندي الضمير، أول إشي عندي الفعل والضمير I جاي بعد الفعل، هل بنفع أنا أستعمل السبجكت pronoun I بعد الفعل؟ حكينا إنه الفرق بين السبجكت والأوبجكت، الفرق الوحيد إنه هذا بيجي قبل الفعل والتاني بيجي بعد الفعل. I هو subject pronoun، فأنا لازم أحطه قبل الفعل، ما بصير يجي بعد الفعل. طب إيش الأوبجكت منه؟ الأوبجكت منه اللي هو me، فأنا لازم أحذف I أحطها me، وهيك اكتملت الجملة تماما. هلا انتبهوا كتير على I وmi لأنه معظم الطلاب بيخربطوا فيها. يعني كتير ناس بيقولوا my friend and me went to the market، وهذا غلط لأنه هم جايين قبل الفعل went، فلازم إنها تكون my friend and I. أوكي، وبنفس الحكي لما بيجوا بعد الفعل زي هيك، ممكن كتير ناس يقولوا my friend saw نور and I، وهي غلط، لكن لازم تكون نور and me لأنها جاي بعد الفعل saw. طيب الجملة الثالثة، زي ما أنتوا شايفين الضمير اللي بدي أستعمله جاي بعد with حرف جر، جاي وراه we. طيب we هي subject pronoun، فإحنا حكينا إنه subject pronoun ما بيجي بعد حرف الجر، إله مكان واحد بس subject pronoun قبل الفعل فقط، يعني بدايات الجمل. وإحنا عرفنا إنه شو بداية الجملة، يا إما أداة ربط يا إما بداية السطر أو بعد نقطة. فهون أنا عندي with حرف جر، لازم يجي وراها object pronoun مش subject. السبجكت له مكان واحد، الأوبجكت له مكانين، بعد الفعل أو بعد حرف الجر. وهون with حرف جر غلط أحكي we، لازم أحكي with us اللي هي الأوبجكت، شكل الأوبجكت من we، يعني us we نفس المعنى، لكن واحدة subject we والتاني object اللي هي us. طيب الأخير طبعا عندنا اللي هو because أداة ربط جاي وراها him، فبدي أطلع إيش فيه. because أداة ربط جملة جديدة، أنا الفعل عندي بعدهم مش قبله، معناته شو لازم يكون هذا الضمير؟ غلط إني أستعمل object pronoun him، لازم أستعمل subject pronoun he. أوكي، هلأ لاحظوا في عندي كمان ضمير بس قدام، الضمير جاي بعد الفعل took، لكن في هون وراء اسم. هلأ
بهمنيش طالما في وراء اسم، ما بهمني هو قبل الفعل ولا بعد الفعل، طالما الضمير بعده اسم ما بهمني هو قبل الفعل أو بعد الفعل، طالما وراء اسم أوتوماتيكلي بدي أختار من المجموعة الثالثة اللي هي possessive adjectives، أوكي، اللي هي بهاي الحالة بدها تكون هير. كيف بيجينا هذا بالامتحان؟ خلينا نشوف الاستراكشر. طبعا بالريتن اكسبريشن بيجيك الجمله وبقول لك وين الغلط، وبيكون في اربع خطوط تحت اربع كلمات، من ضمنها واحده من هالكلمات الضمير. فاذا كان الضمير جاي بين قوسين او تحته خط، بدنا ننتبه على موقعه من الجمله، هل هو قبل الفعل بعد الفعل، في وراء اسم ولا لا. كتير مهم اركز في وراء اسم او لا. طيب خلينا نشوف كيف بيجينا كستراكشر كويستشن. هلا بالستراكشر كويستشن ميريام مارك انفايتد وعندي فراغ، انا قبل الفراغ في عندي فعل يا جماعه، طالما انا عندي فعل قبل الفراغ معناته انا ما بنفع استعمل سبجكت بروناون، فبدي اطلع على اللي منهم سبجكت بروناونز بدي اشطبه. طبعا they هي الوحيده اللي سبجكت بروناون، فما بنفع انا استعمل they لانها جاي بعد الفعل انفايتد. طيب هلا بدي اطلع على اللي بعد الفعل، بعد الفراغ، بعد الفراغ عندي كلمه parent اسم صح؟ ناون. طالما عندي اسم بعد الفراغ بطل يهمني هي بعد الفعل ولا قبل الفعل، اشي واحد فقط اللي بيجي معه اسم وراه اللي هو possessive adjective. اني واحد فيهم هدول possessive adjective بيكون صحيح، اللي هو طبعا بدكم تنتبهوا انه there هو الوحيدة البوسيسيف adjective. هلا الفرق بين there و theirs انه theirs بيجي وراها نقطة تنتهي الجملة فيها، لكن there بيجي وراها اسم noun. هلا them object لو انه ما عندي اسم parents بعد الفراغ كان استعملت them، اوكي، لانه them شرطها اني استعملها انها تكون بعد الفعل، هي الفراغ بعد الفعل، لكن في اسم بعد الفراغ، فعشان هيك انا ما بقدر استعمل them. الوحيد اللي بحطها مع اسم اللي هي possessive adjectives اللي هم العمود الثالث. خلينا نشوف المثال الثاني. هلا قبل الفراغ عندي when، when زي ما احنا بنعرف اداة ربط، معناته هاي جملة جديدة، بدي اطلع ايش في بعد الفراغ. اول اشي الفعل بعيد عنا شوي، paid بعيد شوي. طب ايش في بعد الفراغ؟ عندي كلمة roommate صح؟ طيب طالما عندي اسم بعد الفراغ، هلا انا الاصل اني استعمل subject pronoun لانه الفراغ جاي في بداية جملة جديدة، يعني بدي استعمل I يفضل صح، لكن طالما في عندي كلمة roommate بعد الفراغ بطل بقدر استعمل I. اذا شلت roommate من الفراغ، اذا شلناها roommate من الجملة، I هو الجواب الصح، لكن أنا لأنه عندي اسم بعد الفراغ فأنا مضطر هلا إني أستعمل possessive adjective، والوحيد ال possessive adjective منها اللي هي my، I subject me object بدها تيجي بعد الفعل فهون غلط، mine لازم ما يجي وراها إشي، يجي وراها نقطة، وماي هي الوحيدة اللي بيجي وراها noun. طيب خلينا نشوف المثال الثالث، حاولوا تحلوه لحالكم زي ما أنتم شايفين. هاي الخيارات الأربع أمامنا، في عنا pencils بعد الفراغ اون صفة يا جماعة، فأنا بدور على الاسم دايما، يعني ما بنخدع انه اون جاي بعد الفراغ وهي مش اسم، ما هي صفة، الصفة لازمها اسم، معناته أنا فعليا عندي بعد الفراغ اسم، فطالما أنا عندي بعد الفراغ اسم، هلأ أصلا من غير pencils إذا إحنا شطبنا pencils بدي أطلع على الفراغ وين مكانه، الفراغ جاي بعد الفعل need صح؟ طالما جاي بعد الفراغ، بعد الفعل الفراغ، معناته انا بدي object pronoun، لكن بهاي الحالة انا ما بقدر استعمل object pronoun لانه في عندي كلمة pencils، فانا بدي استعمل هلا possessive adjective. هلا هون انا عندي two possessive adjectives، لاحظوا his possessive adjective و three sorry و my possessive adjective و their possessive adjective. طب أي واحدة فيهم صحيح؟ هلا theirs 100% غلط لأنه theirs بتيجي بنهايات الجمل، بيجيش وراها أسماء. طب أي واحدة بدي أختار؟ هل A C ولا D؟ التلاتة من المجموعة الثالثة اللي هم possessive adjectives اللي بيجي وراهم اسم. بدي أطلع على سياق الجملة، هدول الضمائر على إيش راجعين؟ هذا الضمير على ايش راجع؟ ايش الاسم اللي هذا الضمير راجع عليه؟ ما هو ما فيش ضمير بيرجعش على شيء، لازم دائما الضمير يكون عائد على اسم سابق له. فمثلا بالجمله الاولى their parents اللي هو their عائد على ماري اند مارك اهلهم، اوكي؟ بعدين في عندي my roommate عائدة على I paid mine، يعني احنا عم نحكي عن نفس الشخص، انا المتحدث. طب هون على ايش الفراغ هذا الضمير عائد؟ على اي كلمة؟
عائد على all students، وزي ما بتشوفوا all students جمع، معناته ما بينفع استعمل لا his ولا my، لازم الوحيد اللي بقدر استعملها اللي هي جمع زيهم there. فبدنا ننتبه على مكان الفراغ، هل الفراغ جاي بعد الفعل ولا قبل الفعل؟ ايش جاي بعد الفراغ؟ هل جاي بعد الفراغ نقطة؟ بدي استعمل possessive pronoun. هل جاي بعد الفراغ اشياء تانية بس ما في اسم؟ بدي استعمل possessive، بدي استعمل object pronoun. واذا بعد اذا الفراغ يعني بعد الفعل بدي استعمل object pronoun، اذا قبل الفعل بدي استعمل subject pronoun، وإذا في حرف جر قبله بدي أستعمل object pronoun، وإذا في اسم بعد الفراغ بدي أستعمل possessive adjective. والنقطة الثالثة اللي لازم أتأكد منها، هل pronoun شكله صحيح؟ هل هو بيرجع للشخص الصحيح؟ يعني مثلا أنا عندي جملة خصوصا بالwritten expression بيجي بقول لك أحمد is a very good student, she works really hard. طيب شي شكلها صحيح، يعني هي subject pronoun جاي قبل الفعل works، لكن هي بتعود على الشخص الغلط. المفروض انه انا بحكي عن احمد، المفروض احكي he works very hard. فشكل البرونون كمان مهم، وهي طبعا اللي هي احنا عندنا اربع مهارات عم نناقشها بهذا الفيديو، هاي هي المهارة الرابعة فيهم. المهارة الأولى بتقولنا إنه ميز بين الـ subject object pronoun، المهارة الثانية بتقولي إنه ميز بين الـ possessives إيش أنواعهم أشكالهم وين بتنحط، وبعدين المهارة الثالثة بتقولنا إنه انتبه على الـ reference، إنه هذا الـ pronoun عائد على أي اسم سابق له، وكيف شكله لازم يكون، هل لازم يكون his ولا their، هم الاثنين possessive adjectives بس أي واحدة لازم أستعملها حسب الجملة. عندي all students معناته لازم تكون there. خلينا نطبق هدول كلهم بالأخير. هلأ زي ما انتم شايفين ممكن يجينا فراغين بدل فراغ واحد. عندي الفراغ الأول جاي قبل الفعل، معناته أنا بدي subject pronoun، لكن انتبهوا إنه في وراها secretaries اللي هو noun اسم. طالما عندي secretaries اسم وراها معناته بنفعش أستعمل subject pronoun، بدي possessive pronoun. فهي أول خيار بدي possessive pronoun. هلأ الخيار الثاني جاي بعد ال بعد to finish، اوكي. فبدي object pronoun لأنه جاي بعد الفعل finish، لكن بدي انتبه ايش في وراه، في وراه كلمة report، معناته أنا كمان بدي كمان possessive adjective، وما بينفع استعمل object pronoun بهذا الفراغ. خلينا نشوف الخيارات اللي عندنا. كل خيار طبعا، الخيار الأول للفراغ الأول والخيار الثاني للفراغ الثاني. فالحل هون الوحيد اللي بيزبط معي اللي هو طبعا A، لأنه هو الوحيد اللي فيه two possessive adjectives. بي غلط، لا انه hairs لازم ما يجي وراها ولا اشي، لازم يجي وراها نقطة. سي غلط لانه اوكي my secretaries صح، لكن mine غلط لانه جاي وراها report، المفروض بعد لو انه بدل report عندي نقطة كان سي بتكون صح 100%. his صحيحة لانه وراها اسم، him object pronoun صح انها جاي بعد الفعل finish، لكن المشكلة انه وراها اسم report، يعني لو ما عندي كلمة report كان دي برضو بتكون صح. فعشان هيك لانه عندي اسماء بعد الفراغ، وهاي النقطة الرئيسية اللي بنركز عليها وقت التعامل مع البرونون، هل في اسم بعد البرونون ولا لا، هذا الضروري انه نركز عليه، بيساعدنا ان شاء الله في حل الاسئلة. هيك بنكون خلصنا هاي البريزنتيشن. وقبل ما ننهيها في عنا important notes، انه انتبه على الفرق بالمعنى بين والموقع بين الـ object pronouns والـ possessive pronouns، لانهم كتير قراب على بعض، الاثنين ممكن يجوا بعد الفعل. الـ possessive pronoun only comes at the end of the sentence، اللي هو mine, yours, hers، اللي فيهم s، هدول بيجوا في اخر الجملة يا جماعة، بيجيش وراهم ولا اشي، اوكي. وما بيجي قبل الفعل هدول mine، اوكي، لانه هم لازم اصلا يعودوا على اشي سابق. يعني انا بقول لك this book is mine نقطة، mine عائدة على book، فهي فعليا my book اصلا، بس انا شطبت كلمة book الثانية فاضطريت اني استعيد عنها ب mine. You drive your car, I will drive mine. Mine هون معناها my car، لكن كلمة car مش مشطوبة محذوفة الثانية، فأنا عوضت عنها بكلمة mine، أوكي؟ فهم ما بيجوا قبل الفعل، لازم يجوا بعد الفعل، وبكونوا دائما عائدين على اسم سابق لإلهم، زي mine معناها فعليا my bag, my school, my car، إيش من هالأشياء. كمان دائما انتبه على ال
تناسب بين الضمير والاسم اللي بيعود عليه. يعني محمد بدي أنا يا إما هم يا إما هز يا إما هي، ما بدي محمد يكون معها مثلا ذم أو ذي. فهي كتير مهمة إنه ننتبه عليها، لأنه معظم الأغلاط اللي بتيجي في الامتحان بيكون إنه الضمير مثلا بعيد شوي عن الاسم تبعه، فبيجي الطالب بيطلع عليه قواعده صحيحة، شكله صحيح، كل إشي تمام، بس بنسى يطابقه مع الاسم اللي هو بيعود عليه، وهون بيخسر علامات. أوكي، فبدنا ننتبه عليها. مثلا طلع المثال اللي عندنا على الشاشة: The boys will cause trouble if you let him. هل هم هاي عمين؟ هلا موقعها صحيح 100%، هم object pronoun جاي بعد الفعل let، جاي في اخر الجملة، ما فيش وراها اسم، معناته object pronoun صح. لكن ايش المشكلة هون؟ المشكلة انه انا عم بحكي عن the boys، هم عائد على the boys، طب هم جماعة، فالمفروض انها تكون the boys will cause trouble if you let them، برضو object pronoun لكن شكله مناسب للسبجكت اللي هو عائد عليه. خلينا ناخذ تلخيص سريع: always check what comes after the pronoun، كتير مهم ننتبه ايش في جاي بعد الفراغ او بعد الضمير اللي انا بدي اختاره، او اذا في ضمير already عندي انتبه. هلا اذا كان عندي اسم بعد pronoun بس possessive adjectives اللي بقدر استعملهم، وهيهم امامكم على الشاشة فقط لا غير. يعني هلا بدي انتبه ايش في بعد البروناون او بعد الفراغ، اذا عندي اسم اوتوماتيكلي هذا الحل الوحيد اللي بقدر استعمله. هلا اذا ما في اسم بعد الفراغ بدي اختار بدي انتبه على موقع البروناون، هل هو قبل الفعل ولا هو بعد الفعل ولا هو بعد حرف الجر، بس هذا بشرط انه بعد الفراغ ما في عندي اسماء. اوكي، هلا اذا كان البروناون قبل الفعل بدي استعمل سبجكت بروناون واحد من الموجودين امامنا، واذا كان الفراغ بعد الفعل بدي او بعد حرف جر، بغض النظر وين حرف الجر قبل الفعل او بعد الفعل، المهم انه في حرف جر على طول قبل الفراغ، ساعتها بدي استعمل اوبجكت بروناون واحد من هدول السبعه الموجودين امامنا. هيك بنكون فعلا خلصنا، وضل علينا حل أسئلة لنحصل على تمرين زيادة. طبعا احنا خلصنا 3 مهارات كلهم إلهم علاقة بالبروناونز، وزي ما شفتوا الموضوع كتير بسيط، بيعتمد على حفظك للقواعد الرئيسية اللي هي أشكال البروناونز نفسهم، كل ضمير إيش أشكاله، هاي كتير ضروري إنه نكون مركزين عليها، وننتبه إيش في بعد البروناون، إذا في اسم ولا ما في اسم. هذا إن شاء الله بيعطيكم كلكم يعني تمرين كافي اللي تقدروا إنه تستعينوا فيه بالامتحان، ويسهل عليكم موضوع حل الأسئلة سواء هو إملأ الفراغ أو صلح الغلط. تذكروا إنه مهارة 41 و42 محذوفين، وإحنا هيك بنكون خلصنا الناونز بالفيديو السابق والبروناونز بهذا الفيديو، وإن شاء الله هيك يعني بنكون تعاملنا مع الأسماء بشكل عام، subject object وين مكانهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله بفيديو جديد بنحكي فيه في موضوع آخر. Don't forget like my video, subscribe إذا لسه مش عاملين subscription عشان يوصلكم الفيديوز أول ما يطلعوا. Take care everybody. Bye.